لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الحاج، نهار كبير هذا فاستاتو كان الحمد لله اللي تبدي الخط سنوات، وانا كنتمنى لك ما يجعل ربي ديما يخليك الخير، وديما النصيحة ديالك راه ثبتنا وثبت بزاف ديال الناس. تبارك الله الطريق، وانت الله ينور كلامك والله ينور ايامك، وان شاء الله كترشد الناس وكتفقه الناس، وراه الله اللي خلقك على هادشي سبحانه وتعالى. بارك الله فيك سي عبد الملك، الله يرفع مقامك مولاي. أسيدي حاج الله يرحم والديك، أنا تكلف حنا مات الوالد ديالنا بكري، وتكلفت أنا بواحد 8 ديال اليتامى منهم 6 ديال البنات خواتاتي، وخلاني واحد شوية ديال رزق فلاحة وواحد شوية ديال الإرث مشروك مع واحد السيد، وداك السيد مات 2005 ووقف لدوك الأيتام، وبقيت كندابز عليهم وكنضارب منا ومن هي أسيدي حاج باش كنعيشوهم وباش هادي. وطاحوا لي واحد زوج اخواتات دابا مريضه، وحده في الفراش، والله ما كنخلي بها لا الطب ديال النفس ولا هادي، ومسكينه ليل ونهار كتغوت، دابا كتغوت في الدار. لا اله الا الله. وانا والله ودي سيدي الحاج قال لك راه كل واحد تيقال له راه عالم به الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. حال وانا كنتسنط لك دائما سيدي الحاج، هذه سنوات اكثر من 6 سنوات ولا 7 كنتسنط لك دائما، كنقول نتصل هذه تقريبا شي زوج الاسابيع. اليوم الله يحفظك مولاي. وانا كنعاود لك كل صراحه سيدي الحاج، والله الا اللي امر الله سبحانه وتعالى، بغينا نتقدموا ونتقدم معهم للمحكمه ما والو، انا مقابل غير فلاحه ماتي زيتون ومع الجزائر ديال السنوات. لا اله الا الله. جار وادي وكنعاني واحد المعاناه كبيره ودي سيدي الحاج. الله يفرج عليك. الوالده مسكينه ومازالين ديك الخوت كتغوت دابا ليل ونهار مسكينه، ما عرفنا كاع شنو بيها. والله ودي سيدي الحاج لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم والديك الا ما تداعى معنا سيدي الحاج، وداعى معاه هذا هو اللي بغيت منك. يا رب يا خويا. ولا بغيت الله يرحم والديك تدخل ما بيناتنا وصيفه خير. ايه نعم. توفى وخلى ولاده، ودابا ولاده ما بغاو يفرقوا معنا ذاك الارث، ما بغاو يهضروا معنا، ما بغاو كاع يشوفوا فينا. ما والو بقينا بقيت واحد، انا اللي واحد وانا وخواتاتي. السي عبد الملك دابا هذا الارث هذا واش هو عباره عن شراكه بينكم بين هذا السيد؟ وكان شارك الوالد ديالي مع ذاك السيد الله يرحمه. اي نعم. لا اله الا الله. يوم بقى سيد الحاج في جدويرات وفيه واحد الطاحونه ديال الزرع، منها كان المرصيد ديالنا مناش كناكلو، خلى لنا الوالد وسحب لنا الضو ديالها وسحب لنا كل شيء في الحي، مات هادي شي عامين دابا هو هذاك الشريك. لا حول ولا قوة الا بالله. خلى ولادو ما داروا معنا حتى شي حاجه، وكيبغى سيد الحاج هكا باقيين كنشوفوا في ذاك الشيء. وما شحال مره درت شكايه للوكيل هنا عند باب الحكامه ديال ميسور، ما كيسمعوا لي ما والو سيد الحاج، كتوقف كتحجز تما صافي، واخا كيجي بحث كيولي تحجز، ما داروا معايا حتى شي حاجه صافي، ولا ترقدت الامور بقات هكاك ماشيه. لا اله الا الله. الله يفرج عليكم اخويا عبد الملك، الله يفرج عليكم. هذا المشكل اللي حكيتي لنا السي عبد الملك هو سيناريو يتكرر في كل المناطق وفي كل زمان. كيكون الانسان عنده ممتلكات، كيكون طموح، بغى الدنيا، والدنيا هي مطلوب ان الانسان يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكيكون هو وحده ضعيف فيبحث عن شريك، شريك يأنس فيه الصدق ويأنس فيه الأمانة، وكيديروا اليد في اليد وكيتعاونوا. وفعلا ربي عز وجل قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكيتعاونوا الطرفين الشريكين وكتنجح العملية. بحال دابا هذه فلاحة تبارك الله، غتعود الطاحونة وغتعود الزراعة وغتعود الفلاحة ويعود البهائم ويعود الخير يعم على الجميع. هذا هو السيناريو اللي كيكون دوما وابدا. وفي المدن كيكون السيناريو ديال التجاره او ديال العقار او ديال الخدمات، المهم مصلحه تنفع البلاد والعباد. لكن
العمر ديال الانسان قصير، ملي كيختفي احد الطرفين وكيخلي الورثه ديالو انت والحظ ديالك، قد يكون ورثه فيهم الايمان ويخافون الله تعالى ويؤمنون بالحقوق والواجبات، فكيقول لك حنا غنديروا كان الهالك الوالد ديالهم كانه حي، وكنجلسوا على الطابله ديال المفاوضات وكنقسموا المساله بالعدل بدون اي جدال. ويزداد المشكل اذا كان احد الاطراف اللي هو عنيد او فيه الطمع، كنقولوا كرشو كبيره بغى ياخذ اكثر من حقه. وتزداد المساله تعويص ملي كيموت الطرف الاخر. دابا الان المالكين الحقيقيين الوالد ديالك الله يرحمه انتقل الى الرفيق الاعلى، والشريك ديالو ايضا حتى هو انتقل الى الرفيق الاعلى. شكون اللي بقى الان؟ الورثه من الشريكين كلتيهما. هاد الورثه صعيب باش يتفقوا. هاد المشكل راه هو اللي كاين الان في المغرب، راه المحاكم ممتلئه بها. كنعرف بعض الاصدقاء في القضاء كيقول لك اشتعل راسي شيبه من شده هاد المشاكل، صعيب باش نلقى لها حل. إن مشيت للطريق ديال القضاء حسب معرفتي هو طويل وشاق وفيه مصاريف كثيرة، وانتظر انت وزهرك. لكن هناك طريق أحسن ممكن أن نسلكه لتسوية هذه الأمور، وهو أن نسويها بالمحبة والمودة. كنجمع الأطراف كلها الورثة من هؤلاء وهؤلاء، وإذا تعذر أن يحضر كل ورثة كنديروا طريقة سهلة، وهي نفوض أحد الأطراف من كل جهة، كنعطوه وكالة مفوضة. وكالة مفوضة هو غيتكلم بحال دابا أنت السي عبد الملك، غتكلم باسم الأخوات ديالك، أخواتك غادي يديروا لك وكالة مفوضة، وأنت تمثلهم في المحاكم وأنت تدافع عن حقوقهم. طبعا الوكالة ما فيها لا بيع ولا شراء، هي فيها غير الدفاع عن الحقوق لاستخلاصها. والطرف الآخر حتى هما كيديروا وكالة مفوضة، وحتى هما أيضا كيختاروا واحد الإنسان نزيه وعنده الوقت باش يسافر باش يمشي، وكنجلسوا غير طرفين، واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء. وكنجيبوا بعض الناس العلماء، الفقيه ديال الجامع او الخطيب ديال الجمعه، واللي تعذر عليه غادي نمشيو للمجلس العلمي المحلي، المجلس العلمي في الاقليم ديالنا ثم في ميسور. تما كاين هناك مجلس علمي فيه اجلاء علماء فضلاء، كنقولوا لهم بغينا منكم واحد الشخص يحضر معنا لهذه المهمه. رغم في الغالب هذه الأعمال كيقوموا بها تطوعية من غير الفتوى وتقديم الخدمة والوعظ والإرشاد، هذه الأمور كيقدموها غير من باب التطوع. وحتى لك الإنسان غادي يتكلف وغادي يقطع مسافات طويلة وغادي يقضي أوقات طويلة، لا بأس بأن نعطي أتعاب عبارة عن هدية السرور. فكيقرا يتكلم ذاك الفقيه أو ذاك العالم، وكيجمع الأطراف كلها وكيذكرهم. أول ما كيذكرهم هي أحسن لو اجتمع الجميع من غير اللي فوضناه هنا وهناك، العائلة كلها تجمع، كيبدأ لهم بموعظة، موعظة ديال الحياة وديال الموت، لأن الإنسان كيكون مغرور كيسحب راسه بأنه غيطول. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، إنسان ما كيعرفش حقيقة الحياة حتى كيلقى نفسه بأنه أوشك على الهلاك. الحياة راه قصيرة، قصيرة جدا. شوف دابا المالكين الحقيقيين اللي كونوا هذه الثروه واللي ساهموا في انتاجها هم الان تحت التراب وحنا تابعينهم. فكيكون هذا العالم او الفقيه او الخطيب كيبدا اولا بالتذكره، تنبيه الغافلين، ثم نستحضروا الصور ديال المتوفين، الصوره ديال الوالد ديالكم، الصوره ديال الوالد ديال هاد الناس. جميل نجيبوا صوره كبيره نحطوها معنا كانه حاضر معنا، وكنذكرهم بأن الأموات يعلمون ولا يعملون، راه كأنهم حاضرين معنا. هاد الأموات لأن راه كيسمعوا، حتى الأموات في الفعل، الأموات بالفعل يسمعون ويعلمون. ربنا قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لكنهم لا يعلم، هم يعلمون ولا يعملون. كنذكرهم بأن الأموات غادي يكونوا اليوم فرحانين إلى سوينا الأمور بالمحبة والمودة. وكلما ترت الغضب ديال الناس راه الاموات غادي يكونوا يتاذون في قبورهم. ثم بعد ذلك كنقولوا اش خلوا هاد الهالكين، خلوا كذا وكذا وكذا. القسمه ديال التركه هي واضحه وبينه في كتاب الله، يعني اي فقيه
عنده واحد دراية بعلم المواريث غادي يقسمها بكل بساطة، حيث ربي عز وجل بين القسمة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زادها وضوحا، والعلماء والمجتهدون والفقهاء زادوها نصاعه، فهي واضحه لا تحتاج الى نزاع. اتعجب من بعض الناس انهم يبقوا متنازعين في تقسيم التركه وهي واضحه وضوح الشمس في عز الظهر. ولا قدر هذا الفقيه يقنع الناس بالايمان واليقين والخوف والرجاء من الله تعالى، كيقول لهم دابا الان انقسم عليكم القضيه اللي هي قابله للقسمه كنقسموها، واللي هي غير قابله للقسمه كنديروا لها المخارجه، كنديروا الاتفاق مخارجه من هذا وهذا، ومن بعد كنعطي لكل واحد الحق ديالو ونبقاو خوت. اما نكملوا المشوار ديال الشركه. الناس دابا ديال الغرب علاش متقدمين؟ الشركه كتبقى مستمره، كيموتوا ماليها وكيبقاو الاولاد وكيبقاو الحفاده وكيبقى الجيل الرابع والجيل الخامس. دابا الشركات الكبرى في العالم كتسمى الشركات العابره للقارات، الاصل ديالها كاين فيها معظمهم اناس المؤسسين ماتوا، كانوا في القرن الثامن عشر، دازت قرنين وجاو ولادهم ولاد ولادهم ولاد ولادهم وكبروا الشركه وداروا لها فروع ولات معنويه وعندها اسم خاص وصارت لها فروع في العالم كتكبر. وحنا ربما كيموتوا الناس الاولين صافي كيودع النزاع وكيوقع الصراع، وهذا هو سبب هذا سبب من اسباب تخلف العالم العربي والعالم الاسلامي. على اي اخي الفاضل، القضيه سهله، اذا قدرتوا ديروا هذه المحاوله كان افضل، ما كانش راكن الطريقه الاسهل، وهي ان الانسان يشكو حزنه ويبت امره الى خالقه. ملي كنكونوا عاجزين عن ايجاد الحل المناسب قانونيا او شرعيا او غير ذلك، فنحن نتوجه الى الخالق ونعبر عن ضعفنا ونقول اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم سوي لنا هذه الامور، سويها. وربي عز وجل راه كيصنع لك شي سيناريو اخر، لان كل ما في الوجود هو بتدبير ربي الوجود. الله تعالى كيصنع واحد السيناريو اخر ويكتب واحد المكتب اخر ويهيئ لكم من امركم رشدا. فاسال الله الكريم العلي المتعال سيدي عبد الملك، الله يشفي الاخوات ديالك، اللهم تعالى يعاونكم على الزمن ويعاونكم ربي عز وجل على تدبير هذه الشؤون، وان يرحم المتوفين الوالد ديالك والشريك ديالو، الله يوسع عليهم الرحمات، واللي بقوا من العائله ديالكم والعائله ديال الناس الله ينزع من قلوبكم حظ الشيطان والله يملئها بمحبه الرحمن. ونذكرك اخي عبد الملك، تلاقيتي مع هاد الناس بغيت تفاوض معهم، ديما قول الايه اللي ذكرناها في اول حلقه، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الى عندك واحد الشريك ديالك او واحد الانسان انت عندك مع علاقه معينه ولكن هو قلبه عامر بالمعاني السلبيه، فيه الحقد، فيه الكراهيه، فيه الغلو، فيه الكبرياء، فيه الرغبه في التحكم، هذا الانسان كي غدير معاه؟ واش تدخل معاه في المواجهه؟ اي دخول في المواجهه معناه المزيد من الخسائر. احسن طريقه واسهل طريقه كنسلوا بها الشوكة بلدهم، وهي أننا كنقولوا هذا الدعاء، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا كررتي هذا الدعاء، هذاك الخصم ديالك أو ذاك الشريك ديالك اللي في النزاع كيبدأ يواطي، كيبدأ ينزل، كيبدأ يتواضع، وكيبدأ يقترب منك. واحد النهار كيقول لك فلان أجيو بعضياتنا نديروا كلمة سواء، وقد يبعث الله له رسائل من السماء، اما رؤى مناميه، يشوف الوالد ديالو يوقف عليه يقول يعطي الناس حقهم، اعطيهم حقهم. شحال من كنعرفوا كيقول لك هو كان مصر ما بغاش يعطي الحق، لكن وقف عليه الوالد ديالو بعكازه وكيضربه كيقول له اعطي الناس حقهم، وكيجروا اليوم وغدا وبعده، وكيكون ديك الساعه مضطر انه ينفذ الوصيه ديال الوالد ديالو ولو في القبر. فالسيناريوهات هي كثيره، لنعلم دوما لنا رب اسمه الكريم، لنا رب اسمه الرقيب، ولنا رب اسمه المدبر، وهو لطيف بعباده. أسأل الله تعالى أن يفرج همكم وهم المسلمين أجمعين، أسأل الله تعالى أن ينفس كربكم وكرب المسلمين أجمعين، أسأل الله تعالى أن يرحم الأموات ويصلح الأحياء، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.